السلام عليكم الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم أخوتي، نهاركم مبروك. السلام عليكم. غادي نهضروا الإخوان على السياقة، ونهضروا على الروسيات. وصلت بشي روسيات مزورين الإخوان، نهضروا على السياقة هنا في إيطاليا، لومبارديا بالاخص، يعني هذه الجهه ديال لومبارديا. غادي نطلعوا دابا طانجانسيالي، الطريق الدائري اللي داير بميلانو، غادي نشوفوا الحركه كيفاش دايره، حقاش الناس كتسول على نقل، على السياقه في نقل البضائع. غادي تشوف حقاش الناس كتقول لك واش الجنوب ممكن ان يدفع فيها ولا لا، كيفاش هي الحركه تما في نقل البضائع الاخوان في قطاع السياقه. خويا يونس، عليكم السلام خويا رضا، وعليكم السلام خويا محسن، عليكم السلام عبدو خويا، السلام عليكم المهدي مد، عليكم السلام كاملين الاخوان. نطلعوا للطانجانسيالي ديال ميلانو، وهاد الطانجانسيالي، هاد الطريق الدائري كيكون في اي مدينه هنا كبيره، فيها ترافيك. سيمو خويا مرحبا، السلام اخي يونس، عليكم السلام، نهار كبير هذا، الله يكبر بك خويا. خويا ما جاوبتنيش، كنجاوب اختي مريم، رانا كنجاوب، وتوصلت بزاف البارح برسائل من عند الناس وروسيات ايضا اللي هما مزورين، وشتهم وقلت لهم راهم مزورين. راه كنتواصل مع الناس، راه الناس هنا كيتفرجوا فيا، راه عارفين انا كنتواصل، ويعني ارسلوا لي الروسيات. خويا جاوبني في الخاص، بغيت نصيفط لك واحد الروسي، ارسل الروسي، راه الروسي اللي جا عندي كنجاوب مولاه. وعليكم السلام، راك عزيز، تبارك الله عليك خويا محسن، خويا حمزة، عليكم السلام، مرحبا بكم الإخوان، مرحبا بكم من جديد. غادي نطلعوا دابا، أنا غادي للخدمة، غادي ندير واحد الدورة في طانجانسيالي، الطريق الدائري اللي داير بميلانو، غادي نشوفوا، غادي ندور لكم الكاميرا، ونبقاو هادرين، تسولني نجاوبك، ومطابيت الحال غادي نركز على الطريق ديالي مطابيت الحال. فهمتوني أخوتي، غادي نبين لكم بأن السياقة والحركة كيفاش دايرة هنا في إيطاليا، الناس اللي باغا تسوق في إيطاليا كيفاش دايرة الحركة. هذا غير الطريق يعني الدائري اللي محيط بميلانو الإخوان. راك عزيز الغالي خويا يونس، تبارك الله عليك خويا، أخي يونس الله يجازيك بالخير، جاوبني رانا أرسلت لك، غادي نجاوبك أختي إيمان، غادي نجاوبك إيمان، شفت لك أختي الميساج ديالك، شفتو أختي عاودتي، شفتو. غادي نجاوبك ايمان، غادي نجاوبك، وغادي نشوف هذيك البنت اللي حطت لي الروسي، وراه بزاف ديال الدراري وبنات ايضا البارح حطوا لي الروسيات، وهضرت معاهم قلت لهم راهم مزورين خويا، صيفط لك ما جاوبتنيش. نجاوبك خويا نبيل، غادي نجاوبك اخي يونس، راه بزاف اخويا، بزاف كيرسلوا لي، داكشي علاش ما يمكنش لي ندخل، غادي نجاوب كلشي دقه خويا، دقه وحده، راه عيطت الباسبور وكلشي، راه عطيت برافو، عطى الباسبور، برافو. المهم غادي نبقى معاكم، غتشوفوا شنو كاين قدامي. المهم غادي نحاولوا اننا نطلعوا الطانجانسيالي، الطريق الدائري ديال ميلانو، ونشوفوا الحركه تما كيف دايره، النقل كيفاش، يعني الناس كتسول فين كاين الحركه بزاف، باغيين يديروا يعني السياقه ديال بالاخص تشي كوتشي، يعني بالاخص سي او الاخوان، سي او اخويا يونس الله يجازيك بالخير، راني رسلت لك في الخاص. ايمان اختي رانا شفت الميساج ديالك، شفتو وعاودتي وعاودتي وعاودتي، رانا شفتو. ايمان حضار، غادي ندخل عند اختي ايمان حضار، وغادي نشوف شنو كاتبه ليا. غير هو اللي يقول لي شوف ليا كونترار، ما كنشوفش انا كونترات، ما كنبيعش كونترات اخوتي، ما كنشوفش الزواج، يعني جاوبني. اسمع ليا، سولني نجاوبك على اي حاجه قانونيه، كاين شي اخبار على قانون ديكريتو فلوس سي خويا، بالنسبه للبيرمي شديت شهاده استحقاق مزيانه، اللي عنده بيرمي موديل، اللي عنده بيرمي بي ديال الطوموبيل، يجي معاه قبل ما يجي، يجي معاه شهاده استحقاق مترجمه مقيليزي، يجي بهنا باش يبدل البيرمي ديالو، راه مهم الاخوان بيرمي. المهم دوروا كاميرا، وعلى بركه الله الاخوان، والميساج اللي طلع من طبيعه الحال، التعليق اللي طلع، غادي نحاول انني نجاوب عليه، ونركزوا كيف ما قلت لكم مع الطريق ديالنا، نطلعوا الطريق ماشي السيار، ولكن هالطريق هذه طريق كتلوح لاي بلاصه، كتلوحك الطريق السيار، كتدخلك نقط يعني اللي ما يمكنش حتى توصل ليها في السونتر مثلا ديال ميلانو، ممكن انك تدخل عبر الطريق الدائري. فهمتوني اخوتي، مرحبا بجميع، كيف ما كتشوفوا معايا هنا الجو ممطر حتى هنايا في ميلانو النواحي، يعني هذه الايام هذه كاينه الشتا اخوتي، وحتى في المغرب الحمد لله، الحمد لله بخير، غير مع الشتا خويا مزيان دفع في مدينه فيرنس، مزيانه فيرنس، فلاحه مزيانه فيرنس. دابا باقي ما طلعناش الاخوان الطريق الدائري اللي هو طانجانسيالي،
انا غادي ندخل ليها دابا ما كاملاش دقيقه. يعني هنا الناس اللي كتعرف ميلانو هذه راه الزونة ديال باجو كتلوحو كوزاكو كتطلع لجينوفا الاخوان وتورينو. هنايا انتم شفتوا الكارتيلي جينوفا وتورينو كيف ما كتشوفوا هاد الكارتيلو هذا، يعني هاد البلاكه هذه الخضراء كدي تورينو فينيسيا، هذه تورينو فينيسيا. انا غادي نحاول اني نطلع من هنا. الناس ديال ميلانو غادي يعرفوا هنا، الناس اللي عندهم طبيعه الحال الطوموبيل كيدوزوا من هاد الطريق هذه راه ديجا واش مزيان دفع في مدينه فينيسيا مزيان خويا. الزيت يحيى الزيتوني، يحيى عبد الصمد يحيى الزيتوني، يحيى الزيتوني واقيلا كنعرفوا يحيى الزيتوني. غبار على السناتوريا، هضر لينا كاين شي اخبار على السناتوريا؟ مازال خويا، مازال خويا حنا كنتسناو الا خديت البيرمي في شهر 4 كيفاش. شوفي الا خديتي البيرمي، الناس اللي عندهم بيرميات وباغين يجيو هنا ويبدلو جيبوا معاكم الاخوان، جيبوا شهاده استحقاق من سيرفيس ديميل، جيبوا شهاده استحقاق من سيرفيس ديميل راها مطلوبه. يعني هذه الشهاده هذه كتثبت صحه البيرمي اللي عندك ضروريه، كترجمها دير لها ابوستيل وتجيبها هنايا وترجم، يعني وترجم ثاني البيرمي ديالك هنايا في القنصليه وتعاود انجليزي في البريفيتورا في العماله ماركا دابولو داك التمبر ديال 16 اورو وتبدلو. خاص البيرمي ديالك يكون عندك عامين يكون عندك قبل ما تصايب الريزيدنسا هنايا في ايطاليا. هذا موضوع حتى هو طويل غادي نهضروا عليه الاخوان. المهم حنا طلعنا دابا كيف ما كتشوفوا هذه الطانجانسيال سميتها ديال ميلانو، الطريق الدائري اللي كي ممكن انك تبعه ويلوحك، يعني يدخلك لوتوسترادي اللي هي طريق السيار وممكن ياخذك لاي نقطه بغيتي في ميلانو. هذا ضايع على ميلانو كيسهل لك عوض ما انك تقطع ميلانو كامله، كيسهل عليك هذا الطريق هذا. المهم مرحبا بالاخوان، خويا يونس انا حسن ندفع في مدينه فينيسيا بني ولا لا. فينيسيا الاخوان فينيسيا يعني اسمعوا لي المدن اللي هي معروفه بالسياحه فهمتوني، فيها الريستورات فيها الفنادق من الاحسن. حقاش كيعطيو واحد الكوطه واحد الحصه ديال موديل بي مثلا في السياقه ولا في البني قليله، وما كيكونوش عندك حدود انها تخرج لك فهمتوني اخوتي، كيكونوش حدود انها تخرج لك. علام دولت به 5 سنوات وبالله تفكرت ما عرفتش اخويا علاش هضر. خويا يونس واش كاين شي في شهر واحد؟ واش كاين شي فيزات في شهر واحد؟ غادي يكون اخويا، غادي يكون ان شاء الله، غادي يكون علاش لا، غادي يكون اخويا كل شيء. خويا دوزت الى جيت نخدم به واش البطاقه المهنيه ضروري؟ شوف بالنسبه للبطاقه المهنيه راها ضروريه، الا طلعتي بكونترا عقد عمل ديال السياقه تجي معاك البطاقه المهنيه ديالك باش تسوق بها السنه الاولى. السنه الاولى البطاقه المهنيه ديالك غادي تسوق بها، هذيك بطاقه التاهيل الصادق السائق اللي كتسمى هنا تشيكوتشينا في ايطاليا، غتسوق بها عام كامل ومن بعد غادي تدوز الكورس هنا في ايطاليا. ديك الساعه خويا راه غادي تكون طبيعه الحال تعلمتي اللغه تعلمتي كل شيء، اللي طلع هنا يحاول يستغل الوقت ويمشي يتعلم اللغه، راه مزيانه اللغه الاخوان بالاخص الناس اللي باغا تدوز البيرمي هنا ولا باغا دير تشيكوتشينا البطاقه المهنيه ولا دير شي كورسو، راه من الاحسن انه يتعلم اللغه. الا كنتي باغي تمشي تخدم في الفلاحه كيف ما ديجا قلت لكم في واحد الفيديو في الفلاحه الاخوان، الفلاحه راه ماشي مشكل اللغه، الا كان باترون محتاج لك وكل شيء غادي تخدم بلا لغه بلا والو، غادي يقول لك شوف الهضره اسمح لي شوف الخدمه ما فيهاش الهضره. ياسين اخويا نمشيو ان شاء الله، اخويا ان شاء الله. واش نوفارا؟ نوفارا كتخرج، نوفارا كتخرج. هانتوما شوفوا الاخوان معايا بالنسبه لتشيكوتشي السائقين، هانتوما هاد الكميونات كاملين هادو اللي كتشوفوا فيهم غادي نعلي من ديالي دابا راه شويه غادي نوصل لهي بلاصه فيها الزحام كلها مضروبه كميونات. يعني الناس كتسول بغيت نسوق واش الجنوب في السياقه؟ الجنوب الاخوان في السياقه، السياقه كاينه في لومبارديه بالاخص، هنا هي فين كاينه السياقه في لومبارديه. بغا تدفع باغي تدفع كونترا ديالك موديل بالسياقه دفع في لومبارديه. غادي نجاوب خويا، غادي نجاوب خويا، خويا احسن دوبي مدينه فينيسيا فلاحه. جاوبتك اخويا راه قلت لك فلاحه مزيانه، دفع في الفلاحه، دفع في الفلاحه فينيسيا، دفع في غيعطيو في الفلاحه وفي التوريس فينيسيا. واش ندفع السياقه في ميلانو؟ دفع السياقه في ميلانو، برافو دفع السياقه في ميلانو، لان هنا موديل بي ديال السياقه كيعطيو بكثره في ميلانو. حتى كتشوف حنا راه دابا في ميلانو، دابا هذا الطانجانسيال الطريق الدائري ديال ميلانو، دفع في ميلانو موديل
بي في السياقه، ولكن اسمع لي نقول لك ماشي دفع النهار الثاني ولا دفعت حتى الاول، غيدفع لك مع 9 ديال الصباح قد قد. فيتشانسا كتخرج، فيتشانسا كتخرج خويا، تريفيزو الناس تواصلوا معايا لتريفيزو، تريفيزو اخوتي راه كتخرج، فيتشانسا كتخرج خويا. واش كاين شي شركات؟ كاين شركات موجودين اخويا. خويا يونس السلام عليكم خويا، الله يجازيك بخير، بغيت نهضر معاك ضروري. غادي ندخل الخاص ان شاء الله، غادي ندخل الخاص. المهم رانا غادي دابا الخدمه الاخوان. سلام اخوكم فريانس من اللجوء، حاول انك دير اللجوء البلاصه كتواجد فيها، بالاخص انا نقول لك من انكونا وبسكارا لتحت فيرانس ممكن، يعني الشمال 50% ممكن انه يتقبل لك، ممكن يترفض. الجنوب راهم كيقبلوها الاخوان، بالاخص في لاسيو في توسكانا شويه، يعني في الجنوب كيقبلوا، غير هما كيبقى على حساب الاسباب اللي غادي تقدم لهم. شي اخبار على السي؟ اوكي مشى ليا. واش قانون رخصه السياقه 2022 كوطا هذا العام خويا في الفلاحه؟ السياقه في روما خويا مزيانه، السياقه في روما مزيانه، روما حتى هي راه بحالها بحال ميلانو، روما بحالها بحال بولونيا، في السياقه مزيانه الاخوان. بالنسبه لواحد الولد قال لي غادي نجيب شهاده استحقاق، جيب شهاده استحقاق مزيانه. اللي جايه الاخوان اللي عندهم بيرميات كي ولاد كي بنات، هذه شوف هذه نصيحه مني انا، عندك البيرمي فيه، عندك دوزتي وخديتي اكثر من عامين قبل ما تجي هنا، يعني قبل ما دير ريزيدنس هنا، جيب معاك شهاده استحقاق قبل، يعني قبل ما دير حتى حاجه ضروري شهاده استحقاق تكون عندك باش انك تبدل بها البيرمي. كوطا هادي اخبار على فلاحه؟ مشاو لي تعاليق سي يونس، واش كاين شي فلاحه؟ كاين الخير موجود، كاين الفلاحه، كاينه الفلاحه 2013 2020. واش يتبدل ديال 2013 يتبدل؟ غير هو الناس اللي عندهم بيرميات قبل من 2020 وقع لهم في شي مشكل، مثلا اما البيرمي ديالك يعني سالت ليه مده تاريخ الصلاحيه وفق وبدلتي خديتي ديال 2020، او طاح ليك في المثال ولا تسرق ليك وخديتي نسخه ديال 2020، حاليا هذيك النسخه ديال 2020 راه باقي فيها مشكل هنايا في ايطاليا، باقا ما كتبدلش. كلارك خويا كورسو ديال الكلارك كيدار هنا بلا ما تمحر راسك وتجيب باتينتي تجيب بيرمي من لهي. عندك بيرمي ماشي مشكل جيبو معاك، راه واخا ترجمو هنايا البيرمي ديال الكلارك ديال رافع الشوكيه، دائما شنقولها الاخوان خاص ضروري الكورسو، هنا كيبغيو كورسو وكيحدوا فيه شحال من ساعه خاصك دير. سلام عليكم خويا بغيت نتواصل معاك، مرحبا غير في الخاص، كنتواصل في الخاص اخوتي. واش ضروري بروفا في الساناتوريا؟ ضروري بروفا في الساناتوريا، ضروري بروفا في الساناتوريا، ما عندكش بروفا ما كاين حتى حاجه. الناس ديال الساناتوريا الحمد لله انهم ما كيطلبوش حتى اللغه، شي تيست تديرو ديال اللغه اما اون ولا ادوي ولا، الحمد لله. المهم راه اللغه البروفا ضروريه في الساناتوريا من طبيعه الحال. خويا واش كاين شي طريقه باش نمشيو؟ غادي تدبر اخويا على شي رب عمل، شي مشغل هو اللي غادي يطلعك. طبيعه الحال هادشي راه معروف الاخوان، راه معروف في المغرب شنو كاين، سماسريه وسطاء كتواصل معاهم وراه كيتواصلوا لك مع طبيعه الحال كيتواصلوا مع الباترون. بانكا كتخرج شنو هي خويا؟ عاودها بغيت نحرق. لا ما تحرقش، واش قانوني اخويا؟ لا حركتي غادي، راه شوف راه غادي القضيه وكتازم هنا الحراقه. الا فتحوا هاد الساناتوريا هادي راه احتمال اخوتي انهم ما يبقاوش يفتحوا شي ساناتوريا، راه كنوصي انا اي واحد ما يحرقش يجي قانوني، جيب باش ما جيتي بكونطرا ديال 6 شهور ولا 9 شهور يريقلك الباترون يعاود معاك، تستافد من الوريقات. الا جيتي بوريقاتك يعني الكونطرا فيها الوراق، تستافد من الوراق ديالك عوض ما انك تجي حارق وتضيع بزاف بزاف ديال الوقت وتضيع راسك، لا خدمه لا والو. فحال اسما فحال اسما الا ما خدمتيش، هي الخدمه راها كاينه. دابا الواحد دابا كيمشي عندهم كيقول لك ضروري بيرميسو دي سوجورنو عاد نخدمك، حقاش ولا كونترول. وتخيل معايا انت جيتي حارق ومضيع راسك ومضيع فلوس ووقت وما غادي تخدم ما والو، غادي تبقى تسنى في البيرميسو دي سوجورنو تديرو عاد تخدم ريغولاري وعاد تمشي للمغرب وعاد، يعني بزاف كيبغي تيطلب الوقت بزاف الا جيتي حارق. من الاحسن نصيحه للاخوان ديالي، من الاحسن الواحد يتسنى يدبر على كونترا كيف ما كانت، واخا يكون فيها غير شهر وما تجيش مكرفس في الطريق، غير شهر تجي هنا ويسهل عليك الله، تعرف على واحد ولا تعرف على وحده كنتي مراق
بنت باغا تزوجي تعرفي على واحد هنا وتزوجي به، طلب فلوس عطيه فلوس، الراجل حتى هو هكا كيشوف لي وحده، وراه كاين عده طرق باش تصايب الوريقات ديالك. ما ننصح انا حتى واحد انه يطلع غير قانوني. شهاده استحقاق، شنو هي شهاده استحقاق؟ شهاده الاستحقاق كتثبت بان تثبت مصداقيه وصحه رخصه السياقه اللي عندك، كتجيبها من سيرفيس ديميل كيعطيوها لك تما بطبيعه الحال، باش كتمشي عندهم بالدوكومنت ديالك يعني بالوثائق الشخصيه ديالك بالبيرمي ديالك وبلاكار ديالك، كيعطيوك هاد الشهاده كترجمها وكتقيليزيها تما، كترجمها كتقيليزيها الاطار كتقيليزيها بطبيعه الحال كترجمها وكتقيليزيها وكدير ليها ابوستيل وكتجيبها معاك وكتقدمها مع الدوسي ديالك اللي غادي تبدل بطبيعه الحال، غتبدل رخصه السياقه انا من مغربيه الايطاليه. شهاده الاستحقاق راه ولات مهمه بزاف الاخوان، بلا شهاده الاستحقاق ما يمكنش لك تبدل بيرمي في الطريق يعني. الاخوان اللي كيتفرجوا ممكن انكم تطلعوا اللايف على الاقل بجيمه الاخوان باش يبقى اللايف طالع ان شاء الله، وكتشجع ليا حتى انا مره نبقى ندير لكم لايف ونستافدوا، تسولوني نجاوبكم جيمه الاخوان ما غادي تخسر حتى شي حاجه، حنا ما كنربحوا لا من جيمات لا والو، غير باش يبقى الفيديو يطلع ليك وتبقى الصفحه تطلع لك دائما في المحطه شي فيديو، هذا هو الهدف من جيمو كومنت، فهمتوني اخوتي؟ باش دائما في ما حطيت شي حاجه غادي تطلع لكم طبيعه الحال الا باغي تستافد. وشكرا لكم، شكرا لكم الاخوان، شكرا بزاف. انا دافع الفلاحه ان شاء الله، الفلاحه اللي دافع الفلاحه راه مزيان اخوتي، انا كنوصي اي واحد يدفع في الفلاحه، والبارح قال لي واحد الولد تاع كتوصيهم يدفعوا فلاحه وغادي يطلعوا كي غيديروا الاوراق، الا السيد فهمتي معارك غادي تصوب الوراق ديالك، الا قلب عليك وجهه راه ما غاديش تصوب الوراق ديالك، واخا طلب عقد عمل ديال 12 شهر الا لقيتي مشكل مع الباترون راه كاين فيهم وفيهم، يقدر يقول لك حتى هو ما نصوبش لك. انا كنصح اي واحد يدفع في الفلاحه، علاش يدفع موديل سي؟ علاش؟ حقاش كيحدوا فيه حصص اللي هي كبيره مقارنه مع موديل بي، فهمتوني؟ كيعطيو بزاف حصص، هادشي علاش تنقول لكم انا الفلاحه وما تطلعوش حارقين وما تجيش على تركيا وما تمشيش على بلاد اخرى، فهمتوني؟ وراه ولا الاخوان ولا ترحيل ديال الحراقه، الا جيتي على هاد الطرق هادو جيتي على البحر غاديين يرجعوك بحالك، من الاحسن دخل قانوني واستافد باي طريقه تستافد من الاوراق ديالك، وتسنى وصبر بلا ما تضيع الوقت. طلعني خويا غادي نطلعك مع غادي سيق افشي لايف اخويا نطلعك مع غادي سيق اخويا، ما بغيتش نبقى مركز معك الصراحه فهمتي، هو رانا اخترقت القانون يعني، ما خصناش اصلا كاع نديرو شي فيديو ولا نشعل التليفون ولا ندير بالاخص الاخوان اللايف، ما عمرني درت لايف والتليفون يعني ما عمرني درت لايف وانا سيق الصراحه، قلت من الاحسن حقاش دابا درت الطريق ديال طانجانسيالي هاد الطريق الدائري بميلانو، وبغيت بغيتكم تشوفوا يعني الحركه كيفاش دايره بميلانو بالنسبه للناس اللي كتسول على السياقه، وبالاخص يعني في الكميونات واللي عندهم البطاقه المهنيه بطاقه تاهيل السائق، قال لك كيفاش هي الحركه تما، واش الجنوب حسن ولا الشمال؟ الشمال اخويا الشمال بالاخص لومبارديه والجهه اللي كنتواجد فيها انا، راك شتي الطريق دابا راه كل هذيك مضروبه كميونات، واليوم راه ناقصه الحركه، راه ناقصه بزاف الحركه الاخوان، اليوم ناقصه بزاف الحركه. واش كاين السناتوريا؟ راهم هضروا عليها الاخوان، راهم هضروا على السناتوريا، وان شاء الله دائما واش تحل القانون، مازال خويا القانون مازال ما تحلش. هنا عديت لي كاميرا انا، نمشي بشويه عاطيني 70 هنا تحديد السرعه. شي باترون ازل يونس نتواس اخويا، مشى ليا التعليق ديالك، واش كاين السناتوريا؟ غادي تكون ان شاء الله، راهم هضروا على السناتوريا وحطيت لكم المصدر اخوتي، السناتوريا حطيت لكم البارح المصدر برافو حيت ريميني خويا، ريميني كتخرج الاخوان، ريميني كتخرج، رافينا كتخرج موديل سي بالاخص، ريميني خرجت من الاوائل خرجت ريميني السنه اللي فاتت، هذه ديال 2022 القانون اللي فات، خرجت هي الاولى مع ترينتو بولسانو، ريميني دفعوا فيها الاخوان، ريميني سولوا عليها ودفعوا فيها موديل سي، كتخرج بزاف. وجه شهاده استحقاق يبدلوه؟ لا، لا شتي شهاده استحقاق خاصهم هنا بعد النسخه ديال 2020
خاصهم يوافقوا عليها، تعود تبدل عادي، بدلوا لك من طبيعه الحال، كيقول لك هاد جمع وهاد جمع وهاد جمع. فهمتوني اخوتي؟ خويا يونس، خويا يونس، شوفوا الاخوان، غادي نوقف دابا واحد الخمسة دقائق، نحاول انني بروفا مزيانه اخويا، بروفا مزيانه، غادي نطلع حتى هذا الاخ هذا كيقول لي طلعني، غادي نطلعك خويا، علاش لا، غادي نطلعك راه مع دابا غادي يسيك، والتعاليق كيطلعوا بالزربه، ما كنبغيش نوقف التعاليق. بروفا حيت انا جبت شهادة الاستحقاق يبدلوه ليا 2021، لا 2021 باقي ما كيتبدلش، محسوب على 2020. فهمتني خويا؟ حاول نشوف التعاليق اللي كاينين تحت، جاوبني طلعني، الناس كتقول طلعني، ولكن خاصني انا غنطلعك خويا، انا غنطلعك بلاتي سمحوا لي، غادي نوقف، انا باقي عندي واحد شويه ديال الوقت باش نوصل للخدمه، نوقف ونحاول نجاوب خوتي كاملين على الاقل، كل شيء على الاقل، غادي نحاول، واللي بغى يطلع مرحبا به. انا معكم الاخوان هنا، هادو راه كيجيو ستاسيوني هنايا الكميونات كيف ما كتشوفوا هنا، هادو كلهم راه بلتشي كوتشي بلاتي، احسن بلاصي باش نهضروا ياكو. وي خوتي، شكون اللي قال طلعني؟ ما شكون هو داك الولد، ماشي هو واحد راه طلعني، طلعني فينك خويا، فينك؟ فوي كي دير دير بارتي شي باري. اوكي عندك اخويا، مرحبا، رانا ارسلت لك خويا، رانا ارسلت لك، مرحبا بخويا، ارسلت لك خويا، مرحبا بك، مرحبا بالاخوان، الاخوان عاونونا بالجيمات باش يبقى دائما كيطلعوا اللايفات، يطلعوا من طبيعه الحال المتتبعين ديال الصفحه. كونيسيوني ريفيوتات خويا، ما عندكش كونيكسيون، طلعني، طلعتك اخويا، رانا ارسلت لك، ما عندكش كونيكسيون، نهضروا. اوكي انا غادي نعاود ارسل لك خويا، ما عندكش كونيكسيون، غادي نحاول نجاوب الاخوان. وحنا يعني امتى كاين موديل بي؟ موديل بي كاين مع كونيكسيون، كونيسيوني ريفيوتات اخويا، خويا ما يمكنش لك، ما عندكش كونيكسيون. عبد الكبير مشى ليا التعليق ديالك، نطلع خويا عبد الكبير، شنو طلعني. عبد الرزاق مرحبا، طلع خويا، نشوفوا كونيكسيون، واش عندك كونيكسيون ولا لا، الا كانت عندك كونيكسيون قليله راك ما غاديش تطلع خويا، بحال كيف موقع الصديق اللي فات، واش الورقه ديال الفلوس حتى هي بروفا؟ الاخوه اللي كيسولوا على البروفات، دير الورقه ديال الفلوس ديال ويستر يونيون ولا مونيغرام، ارسل بها الفلوس للمغرب، طيب تحب الباسبور غادي ترسل فلوس للمغرب، غادي ترسل بالباسبور فلوس للمغرب، غتبقى عندك هذيك الورقه كبروفا كدليل. من الاحسن الاخوان، من الاحسن سمعوا لي اخوان ديال السناتوريه ديال تسويه اوضاع المهاجرين، حتى الناس اللي باغيين يجيو وباغيين يديروا بروفات، من الاحسن كتجي كتمشي للبرونتو سوكورسو، كتمشي للمستعجلات، انت غير تدخل تقول لهم دارني راسي، ما عرفتش مناش، سخفان، تبوحط، فاش غيدخلوك غادي يشوفوا شنو عندك، ماشي هما غادي يكذبوك وغادي يضربوك وغادي يرسلوك في حالك، لا، الا مشيت للمستعجلات ما كاينش اللي ململك، ما كاينش اللي يزعزعك، ما كاينش يقول لك لا يعيطوا لي البوليس لا نبقى طالع، لا، مستعجلات من حقك تمشي ليها، الا كنت مريض لا واقع لك شي حاجه، كتمشي للمستعجلات، اون فوا كتدخل كيعطيك الورقه ديالك ديال الخروج، هذيك ديال ديميسيوني، علاش دخلتي؟ هاد شنو درنا؟ شنو لقينا عندك؟ معاش دخلتي؟ وامتى دخلتي؟ كيعطيوها لك وكتمشي بحالك، كي عندك شي حاجه كيما عندكش، انت المهم هي تاخذ هذيك الورقه. ديال المستعجلات كنصح بها انا اي واحد، والمستعجلات بامكان اي واحد يمشي ليها، ما كتخلص ما والو، انت دابا غير جالس، ولا اختار يوم السبت والحد مثلا في حاله ما الا خدمتي نيرو ولا شي حاجه خدام بالاوراق، حاول انك تمشي تما، خذ شد النوبه ديالك، توصلك النوبه وادخل مستعجلات بالباسبور ديالك، خويا ما عندوش حتى هو كونيكسيون، بالباسبور ديالك كنت باغي نطلعك ولكن انت ما عندكش كونيكسيون خويا، بالباسبور ديالك كتدخل ما كاين حتى شي وثيقه اخرى، بعض المرات غير فوتوكوبي ديال الباسبور، بعض
من الاحسن دي معاك الباسبور ولا فوتوكوبي باش يحطوا المعلومات اللي عندك في الباسبور، فهمتوني؟ ما كاينش اللي غادي يعيط لك البوليس ولا يرسلك، ما كايناش هذه، ما عمرني انا شفتها وما عمرها غادي تكون. نحاول أن نجاوب الاخوان، نحاول أن نهبط للتعاليق الاخرى. الاخوان قانون الوراق، قانون الوراق هادرين عليه وغادي يكون مع الديكريتو فلوسي كيف ما قالوا. تحياتي لك خويا يونس، نتمنى انهم ما يبدلوش الراي ديالهم الاخوان. فيزا 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 خويا، انا جيت فيزا فيها عام دفعت الوراق، واش يمكن ليا نرجع بها للمغرب؟ دفعتي الوراق، عندك الروسي، عندك الروسي وباقي ما شديتيش البيرميسو دي سوجورنو ديالك. ولكن اسمع ليا، كي انت كي غيرك كي الناس كيجيو بحال هذا الشكل هذا ولا كيجيو اقل من عام كاع، وعندك الفيزا باقا ما وفاتش، يمكن تمشي وترجع بالروسي ما عندكش مشكل. عندك الفيزا وفات في الباسبور ودفعتي وعندك غير روسي، لا ما تمشيش حتى تاخذ البيرميسو دي سوجورنو ديالك. راه بزاف ديال الناس كيسولوا عليها وباغين يديروها، كيجي وكيعاود يمشي حقاش عنده شي شغل ولا عنده شي حاجه ولا يعني ولا باغي يمشي يشد البيرمي ولا يدوز البيرمي، كيقول نستغل هذا الوقت هذا. عندك فيزا مازال في الباسبور، سير بالريتشي فوطا يعني بهذاك الروسي باش غادفع، ماشي مشكل. وفات لك الفيزا، عندك الروسي، شد الارض حتى تاخذ البيرميسو دي سوجورنو ديالك باش ما يرجعوكش. فهمتوني اخوتي؟ اوكي، نحاول نجاوب الاخوان، نجاوب الناس. فوجا باقا كتخرج، فوجا باقا كتخرج، وواحد الولد كيمشي للبريفيكتورا راه كنتسنى فيه يعطيني فوجا موديل سي، راه كيتسنى فيها. اون فوا يعطيها ليا غادي نطبعها وغادي نصورها للناس ديال فوجا والنواحي. الاخوان راه مازال كيخرجوا كونترات، فوقاش غيحلوا واش نيشان نهار اثنين؟ عافاك جاوبني، اشنو اللي غادي يحلوا نهار اثنين خويا؟ فوقاش غيحلوا واش نهار اثنين؟ ما فهمتش خويا، امالي في الله اختي ولا خويا، ما فهمتش السؤال ديالك. واش غيحلوا نهار اثنين؟ تجمع العائلي في نواصل الرونديفوات. الاخوان بالنسبه للرونديفوات راهم معطلين، داكشي علاش ما عنديش عليهم معلومات. اللي تواصلت معاه كيقول لك عطاوني في شهر 4، عطاوني في شهر 3. راه غادي نحاول انا نتواصل مع واحد السيد تما كياخذ المواعيد وكيمشي للقنصليه، غادي يبقى دائما يزودنا معلومات على المواعيد فين وصلت والام ولما نعيطوا ولمن، وغادي نبقاو نتواصلوا معاه وغادي نبقى نعطيه الناس من طبيعه الحال ويعطينا معلومات ان شاء الله باش نزودوكم بها الاخوان. البيرمي 2017 النسخه القديمه يتبدل بيرمي قبل من 2019 عندك بيرمي هنا في ايطاليا، ما عندكش مشكل، غتجيب شهاده استحقاق من سيرفيس ديميل وغتبدلو، ما عندكش مشكل، حقاش انت ما عندكش النسخه ديال 2020. فهمتوني؟ الناس اللي عندهم بيرمي من 2019 لتحت بامكانه يبدلو، يجي لايطاليا يدير بيرميسو دي سوجورن ديالو، يدير ريزيدنسا بالزربه حقاش هو عنده ديجا بيرمي قبل من يعني عنده عامين قبل وكثر، يجي يدير الاجراءات كامله ويبدل بيرمي. الحق ندفعو في القانون باللجوء ولا بروفا؟ في القانون ديال السناتوريا وكنت يدير اللجوء، راه شي هذوك الوراق اللي كنتي كتجمعو ديال المحامي والكويستورا وعطاتك موعد وكذا وهذه، هذيك راها بروفا، هذيك راها بروفا. ومن الاحسن دفع مع المحامي، دفع مع المحامي صحاب اللجوء، دفع مع المحامي في السناتوريا ان شاء الله. عندي بيرمي 2017 جاوبتك خويا. الناس اللي قال لك طلعني، واحد الولد قال لي طلعني، الاخر قال لي طلعني، جوج ما عندهمش كونيكسيون. و فوجا باقا كتخرج خويا، طلعني. اوكي عبد الغاني، دائما عبد الغاني خويا في كل لايف كيقول لي طلعني. راه رسلت لك خويا عبد الغاني، رسلت لك طلعني، ارسلت لك خويا عبد الغاني. نشوف واحد الولد اخر حتى هو تحت قال لي طلعني. انا راه ارسلت لك خويا عبد الغاني. ها هو عبد الغاني، انا غارسل لك خويا، انا ادجونتا ان كورسو، يعني راه ارسلت لك، كنقرا فيها هنا خويا. روما مزيانه، طلعني عبد الغاني، راه ارسلت لك خويا. اكليكي عبد الرزاق، من بعد خويا ونطلعك. روما كتخرج، طلعني عبد الرزاق خويا، رانا راسل السيد، راسل عبد الغاني، لما ما شداش غادي نرسل لك انت. السلام خويا يونس، اش كتعني كلمه بريفيكتورا؟ شنو كتعني كلمه بريفيكتورا؟ ماشي بريفيكتورا، كاين بزاف ديال الاخوان يعني ديال المغاربه كيغلطوا هما هنا اصلا، كيقول لك البريفيكتورا. لا، بريفيكتورا كتعني العماله، كتعني العماله. عليكم ورحمه الله، يمكن المطلوب طلعني موديل. راه رسلت لك خويا عبد الغاني. خويا يونس عندي كلشي مزيان دابا، واش غير ندفع كونفرسيوني في فوجا دابا، واش نقدر نلقى
لا كونفرسيوني، التغيير ديال رخصة الإقامة خويا، لا كونفرسيوني عندها وقت، عندها وقت، راه يتحل القانون ديال ديكريتو فلوسي غادي يحدوا معاه الحصة ديال لا كونفرسيوني. كنت جايب عقد موسمي ولا جايب الدراسة ولا، راه كاين حصة كيحدوه خاصك تدخل لهذيك الحصة. طلعني ادجونت ان كورس مع عبد الغني، ارسلت ليه، راه باقي ما عندوش تقريبا، باش ما عندوش كونيكسيون، قريب يتفتح القانون خويا. قالوا اخويا قريب، قالوا اخويا قريب، خويا يونج جهه سي تشيليا، واش مطلوبه الفلاحه؟ مطلوبه الفلاحه سي تشيليا وكالابريا، مطلوبه الفلاحه. تحيه تحيه متبادله اخوان خويا، وصلوني والو، ما وصلني والو خويا. راه انا ارسلتها لك وباقى عندي، راها غاديه، رانا راسلك والله خويا، تيرسل لك شنو هو، والله راه مكتوبه عندي، انا مكتوبه بالايطاليه ادجونتين كورسو عندي بيرمي 2017 يتبدل. السلام عليكم ورحمه الله، ممكن لينا هنا المطلوب وشحال خاص يكون في البروفا؟ بروفا كتحدد الحكومه، هي اللي كتحدد البروفا التاريخ ديالها. طلعني خويا طلعني، اوكي نشوفوا رجاوي حتى هو رجاوي، انا غرسل خويا الرجاوي حتى هو. الا ما توصلتي بوالو خويا الرجاوي، ما عرفتش المشكل فين كاين، واش من الكونيكسيون عندي انا ولا من عندك انت. المهم هنا انا شاد عندي الريزو، كاينه كونيكسيون. طلعني خويا طلعني، اوكي رانا ارسلت لكم الاخوان عبد الكبير، انا ارسل خويا عبد الكبير حتى هو، بدر الدين، غادي نحاول نطلع هاد الاخوان هادو. فين هو خويا عبد الكبير؟ ها هو عبد عز الدين، غادي راه ارسلت لكم كاملين الاخوان كيقول طلعني، ما عرفتش المشكل الصراحه كاين ادجونتين كورسو، ما عرفتش المشكل فين كاين. المهم الاخوان غادي اوكي طلع خويا، شكون هو هذا اللي معايا؟ شكون هو هذا اللي معايا تقريبا خويا؟ ما عندكش كونيكسيون، ما عندكش كونيكسيون خويا، تقريبا ما عندكش كونيكسيون. المهم غادي نمشي انا بالتعاليق، نبقى نجاوب الاخوان اللي كيسولوا. ما عندكش تقريبا؟ المهم عبد الرزاق مرحبا، نطلع خويا، علاش لا؟ عبد الرزاق ادجونتين كورسو، انا ارسلت لك، نقدر نكون وقفت في هذه البلاصه هذه ما فيهاش كونيكسيون. المهم كل ما كانش كونيكسيون اللايف غيبقى يتقطع، يعني المشكل ماشي من عندي، وغادي الصوره غتبقى تمشي وتجي والصوت ما كاينش. ارسلت لك اخويا انت، ارسلت لك اخويا. المهم خليني نجاوب على الاسئله، انا حاولت انا بما امكن تقريبا خمسه ولا سته الناس، والله ما عرفت المشكل فين كاين. يا عندي الواعره راه عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، طلعني خويا الله يحفظك. مسلم، شوفوا مسلم، ما عرفش المشكل الصراحه، ما عرفش المشكل فين كاين. شوف بعد شحال الساعه وحده وتولوت عندي انا هنايا، بغيت النمره ديالك تنتواصل خويا غير هنا. مرحبا بالاخوان، غادي نحاول انني خويا بغيت النمره ديالك. طلعني خويا كاين شي حاجه، غادي يكون كاين كل خير خويا جمال، غادي يكون ان شاء الله خويا. الباسبور عندي فيه 8 شهور ندفع به، دفع به الباسبور عندك فيه نهار يومين ثلاث ايام ربع ايام 8 شهور دفع به، ما عندكش مشكل في الباسبور. اخوان اللي باغيين يدفعوا ما عندكمش مشكل في الباسبور، واخا يكون وافي الباسبور كتدفع به، كتدفع به الكونترا. انا كنقولها لكم، وكنتحدى انا اي واحد يقول لك ما تدفعش بلا كارت، ما تدفعش بالباسبور، ولكن انت عندك كل وقت صوب الباسبور ديالك. انا نقول لك باش ما دفعتي ماشي مشكل، ولكن صوب الباسبور ديالك جد، من الاحسن دفع بهذاك اللي عندك ماشي مشكل، ولكن سير جدد الاخر. فاش يجدوه واخا النمره كتمشي ولا سميتو كتبدل ماشي مشكل، ما عندكش مشكل، دفع مع راسك، عندك الوقت حاول انك تنضي راسك، ما تبقاش تستنى. طلعني خويا جيم، جيم جيم جيم، نطلعك خويا فين هو، نطلعك خويا فين هو جيم. مشى لي التعليق ديالك لتحت. او مرحبا بخوتي. المهم ادجونتين كورسو، انا راه ارسلت لك اخويا، شوف واش توصلك دابا ولا من بعد، ولا ما عرفتش واش مع الجو ولا تقريبا واش ما كاينش كونيكسيون، ما عرفتش. المهم راه طلعت يا اخويا، مرحبا. المهم السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، بخير خويا. بغيت نسولك لواحد السيد قال لي نديك رومانيا، اه قال لي نعطيك كارت سيجور ديال عامين، وهذيك كارت سيجور واش يمكن لي ندخل بها لطاليان؟
خويا دخلوا، شوف دخلوا بها الطاليان، وواحد البنت، واحد البنت دخلت بها الطاليان وكتواصل معايا وقالت لي بغيت نبدل هنا وبغيت ندفع في السناتوريا، امتى تحل السناتوريا. المهم الناس كنتواصل معاهم اخويا دخلوا بها، دخلوا بها فهمت، واخا هي ماشي شينغن ولكن راهم دخلوا بها. البنت كنعرفها راه غتقدر تكون كتسمعني ولا كتفرج فيا، قالت لي بغيت نبدل هنا. قلت لها لا راه ما كتبدلش، ممكن انك يعني تدخل ولكن تبدل باش تبدلها ما كتبدلش اخويا، خاصنا شي قانون اما ديال السناتوريا ولا ديال الزواج ولا راك عارف هي ما كتبدلش هنايا. فهمتني اخويا؟ صار الله يحفظك. هاني اخويا تبارك الله عليك. المهم راه البنت كنعرفها دخلت بها، فهمتني؟ الله يعاون خويا. الله يحفظك. كاين شي سؤال؟ لا والو السعاد، كنت نسول عليها القضيه هذه. تبارك الله عليك، الله يعاونك. المهم انت طلع بدي رومانيا وطلع هنايا لايطاليا يكون خير ان شاء الله. فهاد القانون الجديد دابا غيتفتح، واش يمكن زعما يدفعوا لي جوج الناس هانيه؟ شوف يدفعوا لك جوج الناس، انا راه كنت حطيت واحد الفيديو الاخوان بالنسبه للناس اللي كتسول، غادي نجاوبك انت ونجاوب يعني كل شيء. الناس اللي كتسول واش ندفع عند واحد وجوج ولا ثلاثه ولا اربعه، ادفع عند اكثر من اربعه وخمسه وسته. المهم كيف ما قالوا نهار 21 القانون اللي هو كان فات راه مكتوبه فيها الاخوان 21 في شهر 6 ديال 2022 خرج هذا الديكريتو هذا بان الناس اللي كتدفع عند اكثر من باترون غتخرج ليهم وحده، يعني كيبقى الاختيار ديالك انت، اما غتدفع موديل سي ولا تدفع موديل بي غادي تشوف انت، فهمت؟ صح. وبزاف الناس اللي كتدفع بحال ما هكا، بزاف الناس كيمشي ليه هذاك التسبيق، شي واحد تعرفت عليه كيقول لك سبق ليا واعطيني، يعني راه غادي يمشي لك التسبيق ديال واحد الكونترا الا خرج لك وحده مطابقه. لا ما كاينش التسبيق عندي انا كاع. فهمتني كيفاش خويا؟ لا فهمت الله يحفظك. هاني يا خويا تهلا في راسك. الله يعاونك خويا، ناركم برو. خويا راه شحال من واحد كيقول لي النمره ديالك، قسما بالله اللي عندي غير نمره وحده وما كنبغيش نتواصل بها وما كنبغيش يعني نهضر فيها في هذا الموضوع هذا، وما كنبغيش يعني الناس يرسلوا لي فيها في الواتساب كونترات مزورين وروسيات ويشاركوا معايا، حقا صعيبه عليا خويا وصعيبه عليك حتى انت، خاص الواحد يبقى نقي الصراحه. نحاول نجاوب الاخوان، اي سؤال مرحبا، واخا في الطريق غادي نحاول اني نجاوب خوتي. المهم ندور لكم الكاميرا باش ما تبقاوش تشوفوا غير وجهي، واحد الواحد واحد النهار قال لي عود دور لنا الكاميرا نعود نشوفوا حتى داك الشيء اللي قدامك. مرحبا. هاد البلاصه هذه الاخوان اللي غادي ندخلوا ليها دابا معروفه بنقل البضائع، هاد البلاصه هذه زونا اندستريالي معروفه في نقل البضائع، هانتوما غتشوفوا معايا الحركه هنا كيفاش دايره، هذه هي الطريق ديالي انا ديال الخدمه دابا وباقي ما وصلتش. هانتوما معروفه هنايا عندك البيرمي، جيب البيرمي عندك، دوز البيرمي كبير، دوز سي او، انا كنصح اي واحد سي او نقل البضائع راه فيها الفلوس الاخوان. هاد القطاع هذا راه الناس خدامه، الناس لاباس عليهم هنايا، هانتوما راه كلها مضروبه هنا كميونات سي او الاخوان ديال اللي عندهم شي كلشي البطاقه المهنيه، فهمتوني؟ انا كنصح اي واحد، كنصح اي واحد يدير البيرمي، باقي ما دوزتيش ما عندكش علاش تبقى تسنى، دوز بيرمي دوز بي، حقاش الا جيتي سمعوني يا الاخوان، الا جيتي هنايا لايطاليا خاصك ضروري بيرمي باش تبقى تمشي للخدمه. انا نقول لك من هنا ضروري بيرمي باش تبقى تمشي للخدمه، حقاش انت الا خدمتي غادي تخدم ماشي في المدينه لداخل، غتقدر تلقى خدمه خارج المدينه، ولكن كيفاش انك توصل الخدمه ديالك. وغادي نقول لك هنا حتى ولا جيتي هنا وباقي ما بدلتيش البيرمي، عندك مشكل ولا لقيتي باقي ما كيتبدلش ولا باقي ما دوزش عامين، باقي ما دوزش عامين البيرمي عندك قبل ريزيدانسا ومشيتي بغات تخدم مثلا في شي بلاصه، حقاش دابا الا مشيتي درتي شي طلب شي كوبراتيفا ولا اجنسيه ولا شي مكتب ولا في شي شركه كيقول لك واش عندك البيرمي. علاش كيسولوك على البيرمي؟ حقاش هما كيكونوا بعاد على ترونسبور، يعني بعاد على البلاصه اللي فيها الوسائل النقل، علاش بغاو البيرمي؟ كيقول لك باش ما هما باش ما تبقاش تبطل ليهم، باش لا كانت شي اضراب ولا شي شوبير ولا شي حاجه ديال ترونسبور ما تبطلش ليهم، تعود تجيهم في الوقت ما تبقاش معطل، تخرج ليهم في الوقت ما تقولش لهم لا انا راه ساكن بعيد غنمشي باش ناخذ باش نشد الطوبيس ولا التران الاخر ولا، فهمت؟ ولكن انت فاش كتمشي دير الطلب وما عندكش البيرمي ما تضيعش فرصه ديال الخدمه. انا نقول لك من هنا كنوصيكم الاخوان ما تضيعش فرصه ديال الخدمه، قول لهم ها راه عندي البيرمي وعندي الطوموبيل، فهمتوني؟
عندي البيرمي وعندي الطوموبيل باش ما تضيعش الفرصه ديال الخدمه. راهم كيسولوا بزاف على وسيله النقل واش عندك ولا لا، فهمتوني اخوتي؟ حتى انا وقع لي هذا الشيء هذا، ولا انت كتبقى تجي وتمشي مع الناس مع اصحابك اللي خدامين معاك؟ بطبيعه الحال غادي يكونوا كيسكنوا حتى هما في المدينه، راه كاين كيسكنوا في المدينه اللي فيها انت، غتبقى حتى يسهل عليك الله تبدل البيرمي ديالك ولا تدوزو وتبقى شاد في الخدمه ديالك وما تضيعهاش. هادشي راه وقع معايا انا شخصيا الخوتي، حق الله العظيم وقع معايا شخصيا. منين انت كنت انا جيت، حتى انا جيت بكونترا وبقيت حارك حتى داز الساناتوريا ودفعت الساناتوريا وكل شيء، وكنت كنتلاوط كنخدم في السواق، ما كنتش جالس تنخدم، كنخدم في السواق كنخدم مع هذا ومع هذا ومع العرب ومع الطاليان وتنتلاوط، والحمد لله كنجيب المصاريف ديالي الحمد لله، واكل شارب كارين ساكن مع الناس كنرسل للمغرب، ولكن الخدمه هي كل شيء، الخدمه هي كل شيء. باش شديت البيرميسيون دي سوجورنو مشيت بنخدم، والخدمه هذه نيت، هذه الخدمه هذه اللي نيت، راه شفتوا جاي من ميلانو شحال ديال الطريق، وكنمشي ونجي مع الناس اللي كنعرف، مع اصحابي اللي خدامين معايا. حتى بدلت البيرمي ديالي، انا جبت البيرمي من المغرب، بدلت البيرمي ديالي من بعد من طبيعه الحال مع شادي البيرميسيون دي سوجورنو، خدمت درت كارتا ديدنتيتا، بدلت البيرمي ديالي وكل شيء، وقلت لهم انا راه عندي في الدوماند فاش مشيت بغا ندير الطلب، قالوا لي واش عندك البيرمي؟ حنا راه بعاد، قال لي ها فين؟ وفعلا هنايا فدنا واحد يور باقي لقدام الاخوان، باقي قدام باقي ما وصلناش. قلت لهم عندي البيرمي، قال لي فين هي الطوموبيل؟ قلت لهم راه خليتها لهي حدا المترو، يعني جيت في المترو حقاش كاين ترافيك كاين زحام في الطريق، عندي البيرمي. قالوا لي هاك هاك الحوايج ديال الخدمه، داروا لي الكونترا كل شيء، قال لي سير الله يعاوننا وعاونك. وبقيت غادي جاي كنضارب، غادي جاي غادي جاي، وما بغيتش نبيردي، ما بغيتش نضيع البوست ديال الخدمه اللي عندي زوين عجبني، وقلت والله ما نضيع البوست ديال الخدمه من 2010 وانا في نفس البوست هنايا، من 2010 وانا نفس البوست، وبقيت مضارب حتى درت البيرمي، شريت الطوموبيل على قد الحال في الايامات الاولى. من طبيعه الحال من بعد جوج ولا ثلاثه الرواتب الشهريه الاولى درت طوموبيل صغيره، وبقيت غادي جاي حتى ساهل الله، فهمتوني اخوتي؟ مشيتي بغا دير طلب البيرمي عندي ماشي مشكل. واش غدير؟ ما ننصحكش يعني ماشي كذوب، ولكن باش تاخذ البوست ديالك باش ما تبقاش تقلب، الا في حاله ما الا خدمتي مثلا في المدينه لداخل فيها وسائل النقل فيها كل شيء، كدير النظافه وكدير يعني هذا العمل ديال النظافه في واحد الراتب شهري اللي هو قليل، ودائما كتبقى تقلب محسن، والا لقيتي محسن غادي تلقاها خارج المدينه بطبيعه الحال في شركه ديال النقل في شي حاجه اللي هي زوينه، ولكن دائما غادي خاصك البيرمي والطوموبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجاوبني في الخاص وشكرا. غادي نجاوب خويا، غادي نجاوب خويا في الخاص، غادي نجاوب خويا في الخاص، غادي نجاوب خويا. سمحوا لي الإخوان طولت عليكم، بقيت جابت لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة غادي نجاوب خويا وليد الصغار فيزا، واش كاين؟ واش كاين؟ القانون كاين، القانون كاين، هما قالوا راه كاين القانون، نتمنى أنهم ما يبدلوش الرأي ديالهم. عندي بروفا كانت شي واحد حاجة لكن فيها سميتي، لا بروفا ديالك ما يمكنش تعطيها حتى شي واحد، بروفا خاصها، بروفا خاصها ضروري تكون فيها سميتك، ماشي غير سميتك، بروفا تكون فيها سميتك وفيها ذاك فيها التنبر، فيها الطابع ديال الاداره منين خارجه، ولا ديال السبيطار الله يستر، ولا شي حاجه. موديل بي اخبار صابونه، موديل بي ما عنديش اخويا شي اخبار على موديل بي في صابونه، المهم صابونه خرجات موديل بي، ولكن حاليا لا ما كاين حتى شي اخبار عليها، حتى شي واحد ما شارك معايا صابونه موديل بي، يعني صابونه وجانوفا وفنتيميليا امبيريا كاع هذوك النواحي ديال ليغوريا راهم خرجوا موديلات بي وموديلات سي. واش الرحموني ملالي شكرا، واش الرحموني ملالي شكرا، ما عرفتش اخويا كيفاش، واش الرحموني ملالي. البيرمي ديال رموك في 2000 درهم بحال الرموك بحال الكار ولا الكاميو، رموك ما فهمتش اخويا والله ما فهمت. انا ندخل ارسل لي في الخاص اخويا وغندخل وشرح لي مزيان. شكرا خويا، لا شكرا على واجب خويا، لا شكرا على واجب. رافينا كتخرج بارتيتا، نشوف واحد التعليق مشى، شحال من بارتيتا ايفا في ايطاليا؟ شحال من بارتيتا ايفا في ايطاليا؟ بارتيتا ايفا في ايطاليا كاين جوج اخويا، جوج الانواع ديال بارتيتا، ديال بارتيتا ايفا في ايطاليا، كاينه اورديناريا وكاينه فورفيتاريا. فورفيتاريا هما الناس الصغار اللي كيديروا مثلا كيدير البيع 10 ولا شي حاجه كيفتح بارتيتا ايفا فورفيتاريا. بالنسبه لبارتيتا ايفا اورديناريا كيديروها الشركات الكبارات،
كاين جوج انواع ديال بارتيتايفا خويا يونس، واش كازيرتا مازال كتخرج كازيرتا مازال كتخرج، نابولي مازال، فوجا مازال، مازال كيخرجوا. غير هو شوف شي واحد يقول لك لا راه مازال كيخرجوا كذا وهذه وكيبقى متبتك، عرف راسك بعدا واش داخل الكوطه ولا لا، عرف راسك بعدا واش الطلب ديالك في المعالجه ولا لا. انا كنقولها لاي واحد، سول على راسك، شوف شي واحد هنا كتعرفه قريب لك يتواصل لك مع البريفيكتورا ولا يتواصل لك مع شي بلاصه ويمشي عندهم كاع ياخذ موعد يمشي عندهم ويسول عليك عوض، ما يبقاش واحد متبتك يقول لك راه مازال. المهم راه باقا كتخرج، ولكن خاصك تسول على راسك باش تعرف واش تدفع في هذا القانون ولا ما تدفعش ولا تسنى ولا، فهمتوني اخوتي. المهم الاخوان حتى انا قرب دابا الخدمه، غادي نخليكم ونهاركم مبروك، وغادي نشوفوا ان شاء الله في لايف جديد، وغادي نبقى دائما بطبيعه الحال ندير لايفات معكم الى عاونتوني بالبارطاج بطبيعه الحال والدعم واللايكات الاخوان. قبيله قلت لكم عاونوني باللايكات، علاش اللايكات؟ راه حنا ما كنستافدش منهم ما كنتخلصش منهم، واللايكات باش يبقى يطلع لك دائما اللايف ولا الفيديو اللي كنحط. هادشي علاش كنقول لكم لايكات، باش فين ما تحط شي فيديو شي لايف ولا شي حاجه غادي يطلع لك، وتسول على راسك وتستافد وتشوف الجديد اللي كاين. ميلانو واش مازال كتخرج موديل بي؟ اسماء اختي لا لا اختي لا طلعني. دريس خويا انا ارسلت لك، ادريس خويا ارسلت لك، مرحبا خويا دريس. انا نشوف دابا شي واحد اللي بغى يطلع. دريس رانا ارسلت لك اخويا، ارسلت لك اخويا، راه ان كورسو يعني كت راه جايك. اخويا انا غنتسناك تطلع، المهم راه قبلتي ولكن تسناو. تبارك الله عليك خويا يونس على المعلومات، الله يبارك فيك خويا، امين. تبارك الله عليك. شنو هي هذيك الحراقه جديد؟ الحراقه قال لك جديد، مشى اخويا رانا طلعتك اخويا. الحراقه كاين شي جديد خويا، راه كنتسناو في الجديد ان شاء الله. الجديد رانا شاركته معكم، قلت لكم هل اللي تحط وهل اللي تقال وهل اللي تقال، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. غادي نشوفوا شنو كاين. هشام انا ارسلت لك خويا، هشام انا ارسلت لك، طلعني هشام، رانا ارسلت لك خويا قبل، ها هي غتوصلك. اوكي كونيسيوني ريفيوتاتا، بحال ما تقبلاتش الريزو ولا. المهم كونيسيوني ريفيوتاتا، واش عامين قبل ريزيدنسا؟ عامين ديال بيرمي قبل ريزيدنسا خاص يكون عندك اخوان. جيمات باش يبقاو يطلعوا لكم اللايفات والفيديوهات اخوان، عاونوا بجيم اللايف. انا غرس دريس خويا، المهم رانا كنت غنطلعك في اللايف، راه ارسلت لك وما تقبلاش. غادي نجاوب خويا دريس، غادي نجاوب خويا، غادي نشوف. عاونونا باللايفات سمحوا لي، عاونونا بالجيمات وبال بال بالبارطاج كاع، علاش لا؟ الا كان كيهمك من طبيعه الحال الفيديو عاون حتى بالبارطاج باش بقى دائما يطلع اللايف، حتى انا باش نتشجع الا دعمتوني من طبيعه الحال باش نتشجع. وغادي نبقى دائما الا شفت اللايف كيكون يطلعوا فيديوهات كيطلعوا من طبيعه الحال، غادي نبقاو دائما نديروا لايفات ونهضروا على المباشر اخوتي، ودائما الجديد. انا لا لقيت شي جديد غادي نبقى دائما نحط لكم فيه لايف، فهمتوا؟ المهم راه ما كاين لا اشهار لا حتى حاجه، الا كتشوفوا الاخوان في اللايف وعندي تحقيق الربح عندي كل شيء، يعني ما كاينش نخزن عليكم، حنا خوت عائله واحده. لا شفتوا راه ما كاينش الاشهار، منين انت ما كاين لا اشهار لا والو، نجوم راهم كاينين، يعني باش يبقى يتقطع الفيديو راه ما كاينش، غادي تفرج عادي مطمئن، فهمتوني؟ عوض ما انك دروب 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 اشهار 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 كتعمروا ثلاثه نقاط ولا اربعه، المهم كتفرج عادي حاليا. هادشي علاش نقول لكم دعمونا باللايف فين ما كان شي جديد، دعمونا باللايف مع غادي مركز مع الطريق وكنهضر معاك، دعموني بجيمات فين ما كان شي جديد غيبقى يطلع عليكم خوتي، فهمتوني؟ عليكم السلام خويا الحراقه جدود خويا، مازال خويا ما قالوش شي حاجه دابا. المهم اللي كان هو البارح، والبارح شاركت معكم معلومه ديال الحراقه هنايا، قلت لكم راه غتكون ساناتوريا ان شاء الله خويا، غيجيني وليداتي الصغار فيزا، واش كاين ندير وريقات قبل القانون؟ طريقه القصيرين. المهم بالنسبه للقصيرين خاصهم يزادوا هنايا، خاصهم يزادوا هنايا باش تاخذوا بيرميسو دي سوجورنو ديالهم، وراه كاين عده طرق صراحه، راه كاين عده طرق، ولكن شوف راه داكشي على حساب المنطقه اللي كتواجدوا فيها. راه كاين المنطقه اللي كترفض لكم بيرميسو دي سوجورنو على حساب القاصرين، وكاين المنطقه اللي كتعطيكم،
يعني راهم ماشي كاع المناطق بحال بحال. هنا ايطاليا راك تبدل غير كتمشي المكتب، واحد كيقول لك لا واحد كيقول لك اه، كتبدل من هذا المكتب لهذا المكتب، وهو راه صاحب وحده، واحد كيقبل لك طلب وواحد ما كيقبلوش لك طلب. وانا اصلا هنايا في لاجنسيه ديال الانتراتي في دار الضريبه، سمعوا الاخوان اللي باغيين يجيو لهنا لايطاليا، غادي نوصيكم ديروا حتى الوالدين ديالكم اكاريكو، يعني ديروا تحمل الوالدين ديالكم هنا في ايطاليا، وكتبقاو تستافدوا من واحد الطلب كديروه كل سنه. انا درتو الوالدين ديالي وكنستافد. هادشي علاش قلت لكم الاخوان راه القانون كيتبدل غير من جهه لجهه ومنطقه لمنطقه، واحد يقول لك اه واحد يقول لك لا. هنا في ايطاليا درت الوالدين التحمل العائلي، وصوبت لهم في دار الضريبه، صوبت لهم كوديشي فيسكالي هذاك الرقم الضريبي، واخا هما نون سونو ريزيدنتي، خديت المعلومات الكافيه ودرت داك الشيء كامل جميع الاجراءات، ومشيت وصوبتهم لهم، قالوا لي علاش بغيتي هاد الكوديشي فيسكالي ديالهم وهما ما كاينينش. قلت لهم حقاش انا اللي كرسل لهم فلوس، انا داير لهم التحمل العائلي وهادير وهادير وهادير. وبقاو كي فاش كندير واحد الطالب كل سنه كيعوضوا لي من طبيعه الحال، كيرجعوا لي الفلوس كل سنه. وكان غادي نقول لكم كيفاش ديروا لي مال الاخوان، غادي نقول لكم كيفاش ديروا لهم، فهمتوني؟ يعني مشى مغربي اخر لعندهم قالوا لي لا ما يمكنش لك. قال لي انا مشيت وديت معايا داك الشيء كامل، قلت لي ورفضوا لي علاش؟ قلت له شوف انا راه ماشي كذبت عليك، كلها هاك ها الكوديشي فيسكالي ديالهم، هاك ها باش مشيت، هاك ها التحمل العائلي مترجم، هاك ها كل شيء داك الشيء اللي طلبوا مني، وهات تشوف على عينك. فاش رفضوا لك قلت لي بدل هذاك الموظف اللي مشيتي عنده، بدلو ودوز عند واحد اخر يقبل لك. هادشي علاش كنقول لك يعني داك الشيء راه كيتبدل من منطقه لمنطقه. انا دير في المغرب عندي مشى ليا التعليق ديالك خويا مع غادي سيغ، ما بغيتش بقى نشوف التعليق. شوف هنايا وصلت انا الخدمه، هنا فين كنخدم انا، هنا فين كنخدم كاين الماغازين وهذاك ديال نقل البضائع الكوريري اللي هي نيشان حتى الاخر، وكاين هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنا واحد الشركه اخرى ديال نقل البضائع اللي هي هنا على اليمين ديالنا، ها هي غتشوفوا هنا على اليمين ديالنا ديال النقل حتى هي البضائع هذه. كنت جيت لها واحد المره قلت لكم راه محتاجه خدامه، ولات شنو كدير؟ كترسل لنا حنايا الكوريري، حنايا كترسل لنا البنكاليات والسلعه ديالها، حنا اللي كنرسلوا لها. خويا شحال ديال الوقت باش يرفضوا ليك كونترا في قانون جديد، باش يردوا عليك كونترا في قانون جديد. بالنسبه للقانون الجديد ديال الكونترا الاخوان، القانون كيقول جديد على حساب هاد الكونترات اللي غيكونوا جداد، 30 يوم غتخرج في الكونترا، حتى 60 يوم يعني حتى الشهرين غادي تخرج في الكونترا. والمعالجه وداك الشيء مثلا ديال الكونترول وداك الشيء حتى تجي نتايا هنا، وعاد غادي يبداو يديروا الكونترول على المشغل ديالك، واش فعلا عندك حق ولا كان عندك حق انك تجيب هذا السيد ولا لا، باش يسرعوا. فهمتوني اخوتي؟ واش عندك هادشي؟ حتى ويلا صابو عنده شي مشكل ويعني شركه وهميه وما عندوش حق وما عندوش دخل سنوي كافي باش انه يجيب هاد العدد ديال العمال، غاديين ينزلوا عليه بغرامه ماليه وتقدر تكون فيها حتى الحبس. يعني راه كاين متابعه قضائيه، لهذا راه غادي يكونوا خايفين السنه هذه باترونات، غادي يكونوا خايفين بزاف، وماشي كاع الباترونات يقدروا يديروا الطلبات. فهمتوني اخوتي؟ المهم انا هنا وصلت الخدمه، نحاول انني اشي بلايصه هنايا. اوكي بلايصه، اوكي هنا فين كنخدم انا، هذه هي الوقيته ديالي ديال الخدمه. احنا قودناكم مع الخاوي، لا حول ولا قوه الا بالله. عمي عنده الجسي، واش ممكن يصيب لي الوراق؟ هو شحال من مره قلتها، واحد الولد قال لي راه صايب لي الوراق، وهي راها ما يمكنش، وداك الشيء علاش تيبقى ثاني على حساب كل منطقه. قول لعمك اخويا، قول لعمك انه يدير معك شي محاوله ويسول ويمشي للبريفكتوره واش ممكن ولا لا. يعني المهم هو ان الواحد يحاول، ما يبقاش جامع مربع يدو كيتسنى. اش من بلاصه مون اختي، اش من بلاصه، ما عرفتش علاش اختي كتسولي واش اللي فيها. انا خارج ميلانو، هذه ما بين ميلانو ولودي، ما بين ميلانو ولودي. السلام خويا، واش نخدم تماك مزيان؟ الخدمه راها كاينه الاخوه، الخدمه كاينه، كدير طلب وعلى حساب هنا. المهم بعض المرات كيطلبوا من عندك السي في ديالك، كيطلبوا الكوريكولوم، بعض المرات ما كيطلبوش. يونس خويا نهارك مبروك خويا، تحيه لك خويا. السلام خويا، واش نخدم تماك؟
كاين خباز، كاين مخبازات، كاين مخبازات تخدم، كاين مخبازات غير هما المخبازات هنا ما كيعطيوش كونترات. خويا واش كاين شي ساناتوريا؟ راه مهضر على الساناتوريا خويا، شوف ليا شي باترون دير ليا كونترا. خويا الباترونات عندهم وسطاء، وانا الصراحة ما كنعرف حتى شي باترون يدير الكونترا. جاوبنا خويا، واش كاين شي شركة طالبين شافر؟ كاين شركة طالبة شافر اللي هي جي ال اس. راه كنت درت لكم فيديو، الا رجعتي الفيديوهات ديالي اللي درت راه غادي تلقاي هادر لك على شركة طالبة سائقين، راه كاينة في الفيديوهات، رجعي للصفحة غادي تشوفي كاين. غير هو ما كيديروش كونترات لبرا الاخوان، هادو كيقلبوا على الناس اللي هنا. اسمحي لي يا اختي، عندك كيقلبوا على الناس اللي هنا، هادو ما ديروش كونترات لبرا بخويا. في ساليرنو واحد الواحد عنده شركة ديال النقل كان كيقلب على 60 واحد يجيبها من برا، هادو اللي مشيت عندهم انا هنا بغاوهم هنا، فهمتوني اخوتي؟ وجي مطار مراكش بولونيا جيب ليا معاه واحد الدواء، الله يجازيك بخير. مزيان، حط في التعليق اللي كان جاي في سبيل الله يجيب لك مع الدواء. سلام خويا، الله يسهل عليك، اللهم امين. عامر زيد نسواش بيرمي ولا غير بيرمي ولا اخر عامر زيد نسواش، كتخص اول بيرمي ولا اخر بيرمي خديتي؟ كتخص البيرمي اللي عندك الاول من طبيعه الحال. الا كان عندك مثلا، في المثال كان عندك من 2014 2015 2016، فاش كتجي هنا لايطاليا كدير كتاخذ البيرميسو دي سوزورون ديالك وكدير الريزيدنسا، ما عندكش شي مشكل. خوتي انا وصلت الخدمه، ما بقى لي الا نودعكم، وراه ان شاء الله غادي نشوفوا في شي لايف عما قريب ان شاء الله، ولا كان شي جديد من طبيعه الحال. تهلاو ليا فروسكم، نهاركم مبروك.